حظيت بلقاء مطول وودي مع السيد رئيس الجمهورية تطرقنا إلى حصيلة ثلاث سنوات من خدمتي هنا في الجزائر كسفير لإيطاليا الحصيلة إيجابية جدا في هذه السنوات الثلاث العلاقات تعززت علاقتنا كانت دائما قوية لكننا في السنوات الأخيرة وصلنا إلى مستوى مرجعي فالامكانيات كبيره جدا نحن بلدان شقيقان وصديقان نطل على البحر الابيض المتوسط ونتفاهم حول الكثير من القضايا الاقليميه المهمه كالساحل ليبيا وتونس فمصالحنا مشتركه حزين لمغادره هذا البلد لاستلم مهامي في النمسا وفي نفس الوقت سعيد بقضاء هذه الفترة هنا، حيث حققنا نتائج على كل المستويات. أنا ممتن كثيرا للأصدقاء الجزائريين وللسيد الرئيس وكل السلطات الجزائرية.